سلام الزينات، وش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. نتمنى لكم يوم سعيد وحياة اسعد ان شاء الله. اليوم فيديو خفيف ظريف، ماشي فيديو تاع خياطة، فيديو ما زلنا في المطبخ تحضيرا لايام العيد. ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحة ولهنا. شوفوا البنات، جبت لكم تدبيرة خفيفة كيفاش تتعاملوا مع الكاوكاو باش تنحولوا كامل الزيت تاعو وما يتعجلكمش كي ترحوه، ويوجب لي شبه يعطيلك المظهر تاع اللوز. تبعوا معايا الفيديو للاخر، ما تروحوش بعيد. اليوم البنات راح نوريكم تدبيره خفيفه، تدبيره للكاوكاو كيفاش ديروا له باش تنحوا منه كامل هذاك الزيت. واش عندي البنات؟ عندي هنايا نطل تاع كاوكاو، راني درتو في كسرونه وراح نعمرو بالماء، نعمرها بالماء الكسرونه، ما تعمروهاش حتى للفوق، لا لا ديروا فيه الماء وحطوه فوق النار وخلوه يغلي لمده، يعني شحال المده تاعو؟ مثلا هو يبدا يغلي ويبدا يخرج فيه دوك الرغاوي، يخرج هذوك الرغاوي كامل من الفوق. كل ما يخرج الرغاوي نحوهم له شغل يولي كي الزبده من الفوق، هذوك الرغاوي كامل نحوهم. هو يغلي ويخرج الزبده وانتم تنحوا هذيك الرغوه من الفوق كامل حتى وين تصيبوه خلاص، ولا من قلت اللي غلى ولا ما يخرجش الرغاوي من فوق، يعني خلاص نحالو كامل هذاك الزيت نتاعو وراه واجد. ثم تصفوه وتنحوه من فوق النار وتصفوه كامل، تحطوه فوق يعني ورق نشاف ولا تخلوه ينشف مليح، وحطوه في بلاصه يعني للشمس ولا خلوه ينشف مليح، ولا ديروه في الكوشه، كوشه تكون ما يعني ماشي بها نحمروه، قسم نشفوه فقط ويكون صالح للاستعمال. صدقوني البنات كي تخرجوه من الكوشه يعني يكون سخن وترحوه في الروبوت تاعكم راح يعني ترحاه عادي جدا، ويتنحالو هذاك الزيت كامل وتروحلوش تنقصلو بزاف بزاف ديك الريحه نتاعو. جربوا الطريقه واكيد ماكمش رايحين تندموا. فوالا راني درتو فوق النار، راح ندير معاه مغرف تاع لافاني ونخليهم يغلو مع بعض يعني باه يدي الريحه تاع لافاني ثاني. شوفوا ديجا بدا يطلع هذاك الزيت، شوفوا هذوك الرغاوي هامليك قرب لكم، فوالا دوك يبدا يغلي ويخرج هذيك الزبده كامل تاعو تطلع من الفوق. شوفوا هامليك الرغاوي بوغتو راني شللتو مليح بصح يعني بقى فيه هذاك الزيت نتاعو، نخليه يغلي. كل ما يغلي نعاود نوري لكم الطريقه من بعد. كما راكم تشوفوا البنات راني درت الكاوكاو تاعي يغلي فوق النار، وكل مره ويطلع له الكفكوف هذاك من الفوق يطلعوا كي الرغاوي كما راكم تشوفوا. نحيه، راني عمرت انا تبسي يعني نحيت له كامل هذاك الرغوه اللي تطلع من الفوق، كل ما يطلع الرغوه انا نحيها. شوفوا معايا يعني كميه كبيره نتاع هذاك الزيت، هذه كامل زيت والدسم تاعو كما راكم تشوفوا معايا البنات. بعد ما غلى لي الكاوكاو راني نحيته من فوق النار وديته يعني درته فوق ورق الشف اللي يمتص يعني لو سويتو هذاك، ونشفته كامل الماء وخليته شويه للريح، ضربوا الريح شويه نشف، ودرته في الكوشه قسم سخن مليح يعني قسم يسخن وينشف له كامل هذاك الماء نتاعو. شوفوا انا خذا لي يعني واحد التحميره هايله دوغي هكذا، شوفوا اللون تاعو يولي شغل شفاف يشبه بزاف للوز مع رائحه لافاني. واش نقول لكم البنات، رائع رائع رائع. نروح دوكا باه نرحيه يعني بكل سهوله، راح يترحالي وما يتعجنليش كيما يتخلوه طبيعي. فوالا 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 البنات، هذه هي النتيجه نتاع الكاوكاو نتاعي بعد ما رحيته، جا بزاف هايل ويشبه للوز. شوفوا معايا البنات ماهوش راح كامل يتعجن لكم، اكيد اكيد دوها من عندي يعني انا اللي مالفه بهذه الطريقه، نتمنى تجربوها اكيد مش راح تندموا عليها. وفي الاخير واش نقول لكم، نتمنى لكم يعني تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصل لكم كامل جديد نتاعي، وديروا لي جام وطلعوا لي لا فيديو وبارطاجيوها مع ناسكم احبابكم. نتلاقاو في الخير، تلاقاو في ساعه الخير، تهلاو في روحكم، تهلاو في صحيحتكم. الى اللقاء في فيديوهات قادمه بحول الله.